السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا انصار سيري غليزان جمعنا اليوم، درنا وقفه سلميه احتجاجيه، بغينا نتحدثوا على الوضعيه المزريه والكارثيه واللي راه يعلم بها العام قبل الخاص ووالي الولايه على بالها شرا صاري في بير سيري غليزان. سيري غليزان هاد الناس اللي راهي معوله هذا الفريق تحطمه، هي راهي محطماته وراهي معوله هذا الفريق تكريزيه. ما على باليش انا الا جايه من فوق هكا لا سيري غليزان هذا العام طيحه ولا لا. رانا كملنا لالي ب 13 نقطه في مرتبه ما قبل الاخيره، وهذه ليكيب رانا نشوفوا رامي ليبيرو في الجوار بطريقه غير قانونيه. ما على باليش انا الناس هذه راهي عاجبتهم الوضعيه تاع الفريق بين رامي ليبيرو في الجوار، وشكون اللي راهي ليبيري في الجوار؟ انا نتفرجوا الرابيد هنايا اداري واحد ما كانش الفريق، لا النادي الهاوي لا المساهمين تاع زوج دورو هذو اللي راهم في ليكيب، وناس مساهمين من الشركه يدمروا في اللاعبين ويحرضوا فيهم. ها ورانا نطلبوا من الصلو. حنا من جينا اليوم ما جيناش عند والي الولايه باش يقدم اعانه لهذا الفريق، حنا ما جيناش، حنا نطلبنا بالمحاسبه، نطلبوا منه يفتح تحقيق في بيت ساري غليزان ويدمر هذا ويدفع الديجيات ويدمر اعضاء الجمعيه العامه باش يسحبوا ثقه من هذا رئيس النادي الهوي اللي ما تحملش انت مسؤوليته. قال لك هذا الاداره تروح نلعبوا مجانا والي الولايه ديكلارا وقال لك باللي لي جوار نورمالمون يحضروا تدريبات، على بالنا لي جوار لازم يحضروا تدريبات ولازم مقابلات وقاطعوهم بإعاز من عمال في هذا الفريق، قاطعوا المباريات، هادو نورمالمون من يقاطع المباراه، كاين قانون رابطه محدده، هادو ما يخدموش القانون، اللي بيرو في لي جوار راهم اللي بيرو شتيح ما على باليش انا يدين مع هادو يدو غير صرف غير الحات حات، 50 يبيع لك بلاد، 50 مليون يبيعوا البلاد، مو مناجر فريق ما على باليش واحد ديكلارا قال لهم باللي نتحدى اي ناس هنايا في غليزان ومناصري تاع سيري غليزان اللي قال باللي هذا سكرتير فريق خاطئ ومناجر فريق خاطئ، باه تتحداهم انت بالعلم تاعك، باه حافظ الستين، انت طالب ما على باليش هنايا، خرج من جبتوا لنا كوب داجيري هنايا الغليزان ورحت احترفت ما على باليش انت شكون بات تتحدث على هاد الناس وتدافع عليهم رغم ان هاد الناس من يدخلوا الاستاد الملعب كامل يسب فيهم ويشتم فيهم. نطلبوا من ثاني من نادي الهاوي في اقرب وفي اقرب وقت، الى انتم صح تبغوا غليزان، الى انتم صح تبغوا هذه المدينه، الى صح فيكم دره تاع خير على هذا وراي قايدتكم الوضعيه الكارثيه اللي راه يمر بها الفريق، سحبوا ثقه من هذا الرئيس وحطوا الاستقاله في مكتب والي الولايه وخليه هو يتحمل المسؤوليه تاعه بما انه هو قال لك انا اتعامل مع لاماتير. الفريق هذا ثاني عنده امتيازات، الناس راهي مستفاده من الامتيازات، من يروحوا اللي كيما تقعدش كيما هكا قادر الولايه دير ديريكتوار. هذه هي في اقرب وقت نطلبوا من الانصار يتحدوا ويتفقوا على ويوقفوا مع الفريق تاعهم خاصه في هذا الظرف اللي راه يمر به، والله يجيب الخير والسلام عليكم ورحمه الله.